مرحبا بكم مرحبا بكم تعشوا معنا الخيرات ديالنا. دابا غادي نتعشاو العشيوه ديالتنا هي هذه انو اسماعيل جبتيها دكانية بحالك هذه السنيدة اها نديرها تما ماشي تعسل لينا طاجين ديالنا. السلام عليكم متتبعين الاعزاء، كي دايرين لاباس عليكم اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده. السلام عليكم الشفيعه، كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم جينا لكم فيديو جديد. اصحاب محمد يقول لكم اليوم غادي نديروا خلطه الجنطه العجيبه. هذا المجمر رجانطه رجعناه مجمر واعر واعر بزاف، وغادي نصاوب معكم خيلوطه كيف وعدتكم. قلت لكم ان شاء الله بحول الله غادي نديروا خيلوطه انا وخوتي في الدار، واليوم غنشارك معكم واحد الطريقه زوينه وسهله. بقاو معنا، ولكن قبل ما نبداو الفيديو غادي نصيفط اسماعيل تجيب لنا واحد شي دلاعه تكون زوينه يجيبها لنا. جبتيها؟ دكانيه بحالك ميمي 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 هو جاب لك دلاعه. شنو؟ اسماعيل جابها خليتها نقردو معاكم ان شاء الله ونشوفوا المذاق ديالها. قال لي راه مزيانه وهي راه شو هي كتكلم زوين. نبداو يا بسم الله. كتاخذوا اي لحم عندكم خاصو يكون يطيب دغيا، بحال دابا انا خديت هذا دغيا كيطيب. معلقه صغيره مع امراج ديال الكركم، ضامه زعفران اختياريه ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، شويه ديال البزار، معلقه صغيره مع امراج ديال سكينجبير، شويه ديال القرفه، وشويه ديال المروزيه تقريبا معلقه مع امراج حتى هي، والملحه، وشويه ديال الثومه. العطريه ديما ما تكثروهاش، العطريه راه اللحم ديالكم يجي حار، خصوصا اللحمات جداد وباقيين صغار دغيا غادي يطيبوا. نديرو شويه ديال الماء صافي ونخليهم يخمروا تقريبا ساعه، يمكن لكم ديروهم بالليل وتخليهم حتى للصباح يطيبوهم، او ديروهم مع الصباح وطيبوهم بالليل وديروهم غير في الثلاجه ما يخسروا لا والو. كندوز هنا نسخن الطاجين، كناخذ بصله كبيره نقطعها، وكندير بصله محكوكه. هاد البصله هي اللي كتخلي المذاق ديال الطاجين يجي مضغمر ولذيذ بزاف. كنخليهم حتى يهبطوا، وعاد يمكن ليا نزيد اللحم اللي صوت معاكم. صافي دابا غنخلو البصله يعني تشحر، عاد يمكن لينا نزيدوا عليها اللحم. اسهل ما يكون، هاد الطاجين اللي جربتوه غادي يجيكم مضغمر ولذيذ بزاف. على جرنا هذيك البصله، هذيك البصله على جرناها اللي حكيتها باش هي تضغمر لينا الطاجين ويجي زوين بزاف. غادي تهبط هاد البصله ونزيد عليها المكونات الاخرين اللي بقاو لينا، وانتم معانا. غير بدوش على الصوت ديالي راه مخنوق شويه. صافي هنا راه تشحرات البصله مزيان، وزدت عليها هذوك اللحيمات اللي خليتهم غير ساعه. وبالنسبه لميمي شوفوا كيشوف فيا مسكين. بالنسبه لميمي راه كبير في السن، هو راه كبير بزاف، هادشي علاش ضروري انه غادي يكبر وغادي يصغر شويه، ماشي الماكله ولا شي حاجه، هو راه ما كياكلش، كنعطو الحاجه ما كيبغيش ياكلها، النهار اللي كترشق ليه كيبغي ياكل، النهار اللي ما كترشقش ليه ما كيبغيش ياكل، هو والكانه ديالتو. صافي زدت شويه ديال الماء تما في هذاك الاناء وكبيتو على هاد اللحيمات وخليتهم يتشحروا مزيان. شوفوا البصله هنا ما بقاش كتبان. صافي هنا غادي نزيد الزبيب، درتو في الماء خليته تقريبا نصف ساعه حتى ضاعف الحجم ديالو، وغادي نزيد البرقوق. خيلوطه كنا كنديروها بحال هكا في الصغر، كنديروا البرقوق والزبيب يطيفان الاول، وما نقولش لكم كتجي بنينه. وبالنسبه لهذاك البرقوق كيطلق هذاك اللون ديالو شويه الكحل، كيجي زوين هاد الطاجين مضغمر واللون ديالو واعر. جربوا هاد الطريقه اللي شاركت معكم وغادي تعجبكم بزاف. هنا درت شويه ديال الماء وعواد ديال القرفه والسمن، راه درتو درت نص معلقه ديال السمن غير ما قلتهاش ليكم. ديروها فين كتكونوا تشحروا في البصله، يعني فين غديروا اللحيمات. درت هنا خديت القمح تقريبا نص كيلو ديال القمح وزلافه ديال الدقيق الابيض، يعني القمح كثار من الدقيق الابيض، شويه ديال الملحه والسكر اختياري، بغيتو ديروا هذيك المعلقه ما ديروهاش لكم الاختيار. ودرت جنجلان تقريبا ثلاثه المعالق كبار ومعلقه كبيره خميره الفوريه عادي. هاد العجينه كتجي زوينه بزاف، يمكن لكم ديروها بطبوط،
يمكن لكم ديروها خبز، انا غنديرها خبز. بالنسبه للخبز فيه القمح كثار من الدقيق الابيض وكتجي رائعه. وبالنسبه للماء راه الماء دافي. بعد ما دلكت هاد الكل الاولى مزيان درت شويه الملحه مع الماء ذوبتها ودلكتها، عاود دلكتها مازال. الملحه اللي درتوها في الاول العجينه ديالتكم ما كتخمرش دغيا، صافي غطيتها ببلاستيك. ايوا اسمع نورينا الطاجين كيفاش جا. هذا السر الناس محمد، شنو هي هذيك؟ هذه السنيله. اها غنديرها تما. ماشي تعسل لينا طاجين. محمد صاوب لينا خيلوطه تبارك الله، راه الويحه طالعه. ولكن كنا تفاردنا فيها. وا سلام. جبت التلاحه. نديرو خيلوطه من بعديات. جبت التلاحه. وري بلاتي نوريهم بلاتي. شوف كيفاش جا واعر بزاف. درت انا البرقوق ودرت الزبيب كلشي في دقه واحده باش بحال في الصغر كنا كنديرو خلوطه بحال هكا. درت زوينه. واه ايوا بالصحه والراحه. غير طيب ونرجع معاكم دابا الخبز. نقطع معاكم التلاعه ونحط معاكم الطويجين ونذوق ان شاء الله. ان شاء الله يلاه. الطاجين خليناه يطيب على خاطرو فوق هذيك الجانطه. بالنسبه لهذيك الجانطه، الجانطه اللي صوبتوها ضروري ديروا لها شويه، معمرك وما تحط الطاجين منه الحديد حيت يتشقق لكم الطاجين. العجينه خمرات تقريبا واحد نص ساعه، خرجت منها هذاك الهواء ديالها ودرت الدقيق الكامل يعني القمح وشكلتها تقريبا على خمسة. صافي كيجيو خبيزات مايان لذاد بزاف، كنشكلهم بحال هكا وكنخليهم يرتاحوا تقريبا جوج دقائق حتى لثلاثة دقائق باش ما يجوناش عوجين كما كنقولوا من الجناب بحال هكا. دابا غيجوني مقادين وغيجيو الشكل ديالهم واعر. كنقرصهم ولكن ما ترقوهمش حيت هاد الخبز فيه القمح كثار من الدقيق الابيض. اللي قرصناهم بزاف غيجيو كارمين وقاصحين، هادشي علاش خلوهم غلاط شويه. غادي يطيبوا وغادي يتنفخوا وغادي يجي الحجم ديالهم وهذاك وبنين هذاك الشيء ديالهم الوصاني، يعني ما تخافوش منهم غيتنفخوا بزاف. خليتهم يرتاحوا تقريبا 15 دقيقه يعني خمروا. الطاجين هنا راه قرب يطيب تقريبا حيت الطاجين كيشرب الماء، ضروري خاصني نزيدو كل شويه نزيدو الماء. دابا راه تقريبا طيبت فيه شي خمسه المرات، شريته قبل من العيد بيومين ولا ثلاث ايام والله ما عقلت. صافي هنايا الخبز راه خمر، سخنت الفران مزيان شعلت عليها غير من التحت وغادي نطيب الخبز ديالي كامل في دقه واحده. صافي باش نتهنى، بقات لي غير وحده هبطت لتحت ولكن ماشي مشكل حتى هي طابت وجات زوينه. ما تحلوش على الخبز ديالكم حتى تحسوا به قرب يطيب بحال تقريبا بحال الكيكه. صافي خليته يطيب. هنا دست جاب لنا الوالد العنب، درت عليه الخل اللي كانت فيه شي حاجه تموت. غنخلو تقريبا شي 10 دقائق اللي كانت فيه شي حاجه تموت. ديما ديروا شويه الخل. ايوا سمع شنو غادي دير دابا؟ دابا غنفرق معاهم التلاعه. اها ولا جات خايبه شنو غادي دير؟ الصراحه اختاريتها انت ولا اختارها السيد؟ اختاريتها انا ولكن عطيتها السيد في الاخر قلت له واش هادي مزيان؟ وقال لي شوف ان شاء الله هذه الليله غتكون زوينه. سمحوا لي كان صداع بزاف في الدار عامره. وبالنسبه للطاجين راه كنا دايرين الدواره مع الحمص، يعني ما حطيناش غير بوحدو، يعني كانوا العائله وداك الشيء حطينا الحمص الدواره بالحمص وحطينا داك الطاجين وتلاح والعنب وداك الشيء اللي كانوا اجواء زوينه. مرحبا بكم. سمعان كيسالي معايا باش التقطيع عليك يقطع، كيقول لك ضروري نقطع هاد التقطيعه بحال هكا ندوق انا الاول عاد يمكن ليا نقول لكم شنو كاين. صراحه جات زوينه اللحه، ريحه الكوزينه كامله ولات فيها ريحه اللح. مرحبا بكم. ها قريش تعشوا معنا الخيرات ديالنا. هذه هي العشيوه ديالتنا. بالنسبه للطاجين راه جا بنين بزاف، وكانت بغيت نكمل نصور معاكم ونعمر معاكم اتاي ولكن الدار عامره بزاف. دابا غادي نتعشاو. العشيوه ديالتنا هي هذه. انا اسماعيل راه هو اللي جاب اللاحه تبارك الله جات واعره. الخبز انا نقطعه معاكم شوفوا كيفاش كيجي صحي. اجو شوفوا كيفاش كيجي بحال هكا الخبز. ها هو كيجي واعر بزاف. ها انتم صافي دابا غادي نتعشاو. كنقول لكم السلام عليكم وشكرا بزاف. السلام عليكم. تهلاو وكنعاود نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال. السلام عليكم.